الآن حضرتكم. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد انطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وأوضحت زايد أن المرحلة الثالثة انطلقت بسبع محافظات هي الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والوادي الجديد وقنا والمنيا، مضيفة أن تلك المرحلة تستهدف فحص 23 مليونا و 39 ألف مواطن. وأضافت الوزير أنه من المتوقع أن يصل إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية بانتهاء مرحلتها الثالثة والأخيرة إلى أكثر من 45 مليون مواطن، وهو ما كانت تستهدفه المبادرة منذ انطلاقها. بحث دكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع السفير السويدي بالقاهرة ومسؤولي شركة فولفو سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة. يأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والسويدية في المجالات المختلفة وبخاصة مجال التنمية العمرانية. وأوضح دكتور عاصم الجزار في بيان لوزارة الإسكان اليوم أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم ملامح خطة العمل المتكاملة للنقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة والبرنامج الزمني لها وأهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان استدامتها، والتي سيتم تطبيقها بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد كنموذج يتم تعميمه على بقية المدن الجديدة. أكدت قوات سوريا الديمقراطية اليوم أنها لن تقتحم قرية الباغوز وتعلن تحريرها إلا بعد التأكد من إجلاء المدنيين بشكل كامل. وقال مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في تصريحات له إن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي لا يزالون متحصنين في قرية الباغوز على الحدود العراقية. هذا وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق تعليق عمليات الاشتباك المباشر مع داعش التزاما بسلامة المدنيين العالقين في قرية الباغوز السورية، وأكدت تحرير 26 مقاتلا لها احتجزهم التنظيم قبل شهر. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن فنزويلا تتعرض لتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا عزم موسكو على التصدي بشكل شديد لمحاولة التدخل في هذه الأثناء. وأكد لافروف في مستهل مباحثات عقدها مع نائبة الرئيس الفنزويلي في موسكو اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه كلمات الدعم والتضامن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأن روسيا تؤيد خطوات الحكومة حكومة مادورو الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلادها، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل. من جانبها أعربت نائبة الرئيس الفنزويلي عن امتنان مادورو والشعب الفنزويلي لروسيا على الدعم الذي تقدمه لكاراكاس. أكمل اللاعب علي فرج واللاعبة نور الشربيني في ساعة مبكرة من صباح اليوم عقد اللاعبين المصريين المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة العالم للإسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية. وجاء تأهل علي فرج المصنف الثاني بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول المصنف السابع بثلاثة أشواط لشوط، بينما تأهلت نور الشربين المصنفة الثانية بعد الفوز على لويزيا تيسني بثلاثة أشواط نظيفة. يذكر أن بطولة العالم للإسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية بدأت في 23 من فبراير الماضي وتستمر حتى 2 من مارس الحالي. نهاية موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.